السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة الموت يفجع الفنانة ملك أورا. هقول لكم شوية تفاصيل بعد ما طلعت وقالت أمي اتوفت، هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم بعد ما طلعت وكتبت على صفحتها الرسمية على الانستجرام وقالت أخويا مات، يا ريت كنت قعدت معاه. أقول لكم شوية تفاصيل. كنا نتكلم معاكم النهاردة عن تفاصيل التقرير الطبي للفنان أحمد سعد قبل خضوعه لعملية جراحية خطيرة. بصوا يا جماعة، أحمد سعد عنده مشكلة في الفك أو عنده ورم في الفك، فهيخش يعمل عملية جراحية عاجلة. أقول لكم كل التفاصيل في الفيديو. أتمنى منكم لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. بصوا يا جماعة، هبتدي معاكم بأول موضوع، موضوع الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم بعد ما طلعت امبارح وأعلنت خبر وفاة أخوها وقالت يا ريتني كنت قعدت معاه، كنت في مهرجان وجيت لقيته لا حول ولا قوة إلا بالله اتوفى. أقول لكم شوية تفاصيل وإيه القصة بالظبط. الموت يفجع الفنانة غادة إبراهيم في أقرب ما ليها. أعلنت الفنانة غادة إبراهيم عن وفاة شقيقها منذ قليل عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام وكتبت أخويا مات ادعوا له. أعلنت الفنانة غادة إبراهيم منذ قليل وفاة شقيقها بعد صراع مع المرض ودخوله إلى المستشفى مكتفية برسالة بتقول أخويا مات دون الكشف عن تفاصيل موعد ومكان الجنازة والعزاء. وقالت الفنانة غادة إبراهيم إن شقيقها أصيب بمرض لم يستطع الأطباء تحديد نوعه، توقعنا إنه أصيب بفيروس كورونا لكن بعد الفحوصات تبين إنها بكتيريا معدية وظل في المستشفى لمدة 15 يوم. أضافت أن شقيقها خرج من المستشفى بعد تحسن حالته بشكل طفيف واستيقظ صباح اليوم وكان في حالة جيدة لكن فجأة تغير لون جسمه وتوفى في الحال. وكشفت عن مرض أخوها وقالت أنه نقل إلى إحدى المستشفيات في اسكندرية بعد تعرضه لوعكة صحية من فترة. كده طلعت وكتبت أخويا تعبان في المستشفى وأنا كنت بزوره باستمرار وسبته ورحت المهرجان عشان أكون جنب زمايلي وقت التكريم، جيت لقيته ميت، ياريتني ما كنت رحت التكريم وفضلت قاعدة معاه، لو أعرف أنه هو هيموت ما كنتش سبته ولا لحظة. ده الكلام اللي كتبته على صفحتها الرسمية على الانستجرام. بصوا يا جماعة، هو أخوها كان تعبان، كان عنده دور برد عادي، فجأة تم نقله المستشفى قعد 15 يوم، بعد كده لما حالته بقت كويسة اضطروا ان هم يخرجوه فخرج. بتقول لك قعد يوم واحد وبعد كده لون جسمه اتغير كله وفجأة لقوه مش قادر يتنفس ومش قادر يتكلم وفجأة اتوفى في الحال. هي بتقول ان كان عندها تكريم اليوم اللي هو اتوفى فيه واضطرت ان هي تروح عشان تبقى موجودة في التكريم، رجعت من التكريم لقت اخوها اتوفى. لا حول ولا قوة الا بالله، كان عنده حاجة اسمها عدوى بكتيرية. اليومين دول يا جماعة في حاجات كده او امراض والمصحف احنا عمرنا ما سمعنا عنها، امراض غريبة، يعني الواحد يبقى كويس وفجأة كده يجيله اعراض غريبة عمره ما حس بيها، ولما يكشف لدرجة يعني لما الواحد بيكشف الدكاترة ما بقوش عارفين هو عنده ايه بجد. يعني لا حول ولا قوة الا بالله. اتمنى منكم تدعوا لجميع موتى المسلمين وتدعوا لجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل. الموضوع اللي بعد كده، الموت يفجع الفنانة ملك أورا. ناس بتقول أمها اللي ماتت، ناس تانية بتقول جدتها، ناس بتقول خالتها، مين اللي توفى؟ هي كتبت أمي ماتت. بصوا يا جماعة، مش شرط إن هي كتبت كده يبقى أمها فعلا اللي ماتت. جدتها يا جماعة اللي مربياها اللي هي بتحبها أكتر من والدتها هي اللي توفت. أقول لكم شوية تفاصيل. وفاة جدة الفنانة ملك أورا. أعلنت الفنانة ملك أورا عن وفاة جدتها السيدة عواطف أحمد حسني عبر حسابها الرسمي على الانستجرام وكتبت ملك إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله إنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور عليكي، مع السلامة يا نور العين، ادعوا لها بالرحمة والمغفرة. أعظم أم وأعظم جدة. أعلنت الفنانة ملك أورا وفاة جدتها، ولن تعلن ملك أورا مكان وموعد تشييع جنازة جدتها. لغاية امبارح كشفت ملك أورا عن أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد السيدة نفيسة غدا عقب صلاة الظهر، ويقام العزاء يوم الأحد 20 أكتوبر بمسجد الشرطة في التجمع الخامس. يعني اللي ماتت يا جماعة جدتها اللي هي مربياها أكتر من والدتها، بتقول إن أنا عشت حياتي كلها مع جدتي أكتر من والدتي،
يعني في ناس في حياتنا يا جماعة، مش شرط الواحد يبقى يعني ليه أم واحدة، لا ممكن تكون خالتي أمي، عمتي أمي، وجدتي أمي، كل دول بيبقوا يعني في مثابة والدتي. فهي لما طلعت وكتبت أمي ماتت، فقعدوا يقولوا إن هي والدتها، لكن والدتها يا جماعة ده جدتها، أم والدتها هي اللي توفت. أتمنى منكم تدعوا لها دعوة كويسة في التعليقات. الموضوع اللي بعد كده، جراحة خطيرة للفنان أحمد سعد. امبارح طلع وأعلن إن هو داخل يعمل عملية خطيرة في الفك بتاعه، بيقول إن هو عنده ورم في الفك. أو إيه القصة طيب، أو إيه الموضوع؟ هقول لكم. بصوا، تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد. تآكل شديد في عظم الفك ورم. يعاني الفنان أحمد سعد من آلام شديدة في الفك، حيث أجرى خلال الساعات القليلة الماضية كافة الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة. وتبين من الأشعة ثلاثية الأبعاد أن الفنان يعاني من تآكل شديد في عظم الفك العلوي، وهبوط في مستوى الجيوب الأنفية، بالإضافة إلى قلة سماكة العظم. تعرض الفنان أحمد سعد لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية دفعته إلى الاعتذار عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32 التي انطلقت قبل أيام، بالكشف عن المريض وعمل الأشعة اللازمة. وجد أنه يعاني من آلام حادة في الفكين العلوي والسفلي، ويحتاج إلى أخذ مضادات حيوية مكثفة وعمل عملية جراحية تحت البنج الكلي، مما يتطلب أجازة مرضية للراحة التامة لمدة لا تقل عن 14 يوم مع المتابعة المستمرة للحالة بالمستشفى. وكمان قد قدم أحمد سعد اعتذاره لإدارة مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32 عن عدم قدرته على إحياء حفله المقرر يوم السبت المقبل بسبب وضعه الصحي الحالي. فهمتوا إيه بقى من اللي أنا قلته ده والكلام الكتير اللي أنا قلته ده؟ إن الفنان أحمد السعد يا جماعة، أحمد سعد عنده مشكلة في الفك، أو عنده تآكل في عظم الفك، عنده يعني عنده مشكلة في المنطقة دي كده، زي الفنان أحمد رزق لما عمل عملية من فترة كان عنده نفس المشكلة. فدخل المستشفى، عملوا له شوية أشعة وشوية فحوصات، وعملوا له أشعة ثلاثية الأبعاد عشان يعرفوا فيه إيه، اتأكدوا إن هو عنده مشكلة أو عنده تآكل في عظم الفك. فقالوا له لازم لا تدخل دلوقتي تعمل جراحة عاجلة، ما ينفعش إن أنت تستنى ولا لحظة. فطلع طبعا وأعلن الخبر على صفحته الرسمية على الانستجرام وطلب الدعاء من الجمهور، ده غير إن هو كان عنده حفلات اليومين الجايين في باريس، وكان في حفلة تاني في الجزائر وفي تونس. فهو قرر ان هو يعتذر لانه داخل يعمل جراحة، وطلب الدعاء من الجمهور. دي القصة بس حبيت اوضحها لكم. اتمنى منكم تدعوا له دعوة كويسة في التعليقات، وتدعوا لجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة.